يتواجد زميلنا محمد عطاء الله، واحد من الزملاء الاعلاميين الاعزاء. طبعا مساء الخير. اهلا، مساء النور. اهلا وسهلا، انت على المباشر. مباراه كبيره لديها من الحساسيه ما لديها، دائما لما نقول مباراه جزائريه مصريه تكون ساخنه، لا؟ طبعا، بس المره دي السخونه زادت بدري جدا. فيما يخص التصريح، طبعا تصريح كابتن ابراهيم حسن مدير الكوره في النادي المصري. انا تواصلت طبعا مع كابتن ابراهيم ومع ناس مقربين من كابتن ابراهيم حسن. هو الحقيقه انه التصريح ده هو ما كانش يقصد المعنى اللي وصل للجمهور الجزائري، حتى هو كان حابب كمان يوضح الامور، لكن انت عارف ان ظروف المباراه منعت انه يكون في مداخله يعني، لكن هو اكيد هيوضح الامر دوت ليك عزيزي حكيم لاحقا يعني. هو كان يقصد، أو طبعا عشان بس الناس تكون متذكره، هو ابراهيم حسن عنده شويه ذكرى قريبه جدا في الماضي القريب يعني، مش لطيفه في الملاعب الجزائريه، في مباراه شباب بروزداد في احد بطولات شمال افريقيا، اتحاد شمال افريقيا، وكان تم ايقافه عده سنوات لما اعتدى على الحكم الرابع. صح، في مباراه شبيبه بجايه. بالضبط، نعم، في مباراه شبيبه بجايه. بالضبط، نعم. وتم ايقافه عده سنوات، وحصل اشتباك مع الحكم الرابع، ويعني تطول الامر للاشتباك بالايدي يعني. فاعتقد ان كابتن ابراهيم حسن كان بيتحدث من المنطلق ده انه هناك لسه حساسيه موجوده، فهو يقصد انه التامين اللي هو تامين البعثه بشكل كامل، مش تامين بمعنى يعني ايه الامور الامنيه. اعتقد انه التصريح روتيني شويه، لكنه اتخذ منحى اخر بسبب الخلفيه بتاعه كابتن ابراهيم حسن والاجواء المصريه الجزائريه، لكن انا بالنسبه لي تصريح غير موفق. طبعا، لانه لما يقول لك بصريح العباره انه بعثه المصري يجب ان يكون لديها تامين جيد في الجزائر مع وجود سيطره بالشكل المناسب على الجماهير، وطالب وزاره الداخليه والسفاره المصريه لتوفير الامن للجاليه، طبعا الجاليه المصريه في الجزائر. هذا تصريح بانقله لك حرفيا عن الاهرام. ايضا اتمنى من وزاره الداخليه، قالوا السفاره المصريه، الوقوف بجانبنا لان الامور هناك صعبه، يقصد هنا في الجزائر. اليس هذا ربما تصعيدا للامر؟ اعتقد انه بالضبط يعني الامور يعني وتر كابتن ابراهيم حسن، وتر الامور شويه بدون داعي. اعتقد ان هو كان هيوضح الامر دوت، بس هي الفكره كلها انه احنا عارفين كويس قوي طبيعه الجمهور الجزائري، ان هو حماسي جدا جدا لكنه مش مؤذي، وفي مباريات كتير جدا بعد في السنين اللي فاتت كانت بين انديه مصريه وانديه جزائريه، والامور عدت بمنتهى السهوله بمنتهى البساطه. نادي الزمالك لعب في السنوات الاخيره النادي الاهلي، والجمهور كان متحمس جدا جدا، لكن ما كانش في اي خروج عن النص، وفي مباريات حتى كمان انتهت في الجزائر مش لصالح الانديه الجزائريه. لما تقول لي، عفوا على المقاطعه، زميلي محمد، لما تقول لي البطوله الجزائريه والجماهير متحمسه، وكانه في مصر هناك ربما الدوري السويدي ينقله الى مصر، لا؟ هو الجمهور، الدوري المصري اصلا ما فيهوش جمهور، ولكن يسمح للجماهير احيانا بالدخول. تحدثت منذ فترات بالنسبه للدوري المصري. بسيط، من فترات بسيطه حتى بيدخل، لكن باجراءات يعني ايه، جماهير جامعيه، جماهير جامعيه، جماهير من الجامعه واعضاء انديه، ما هواش الجمهور اللي متعارف عليه انه بيدخل، اللي هو الجمهور المتحمس جدا. جميل. جدا الجمهور اللي ممكن ينفعل، والشماريخ والحاجات دي كلها في السنوات الاخيره الجماهير المصريه افتقدتها، وعلى فكره ده اثر كمان على المستوى المسابقه المصريه، دي مش حاجه جيده عموما يعني. صحيح. بعيدا عن هذا التصريح، عموما هذه المواجهه، هل المصري البورسعيدي من المنافسين الاقوياء في صوره الزمالك الذي تشجعه انت طبعا، او في صوره النادي الاهلي نادي القرن، هل في الصوره هذه يمكن قياسه مع هذين الناديين؟ النادي المصري حاليا من ساعه ما تولى كابتن حسام حسن مسؤوليه الفريق، النادي المصري مكون فريق ممتاز ممتاز ممتاز، عنده عناصر مميزه جدا 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 في كل الخطوط. هو النادي المصري عنده بس مشكله في حراسه المرمى، مشكله مزمنه وواضحه جدا في حراسه المرمى، لكن بقيه عناصر اماكن خطوط الملعب عنده عناصر فيها مميزه جدا، عنده اسلام عيسى عنصر ممتاز، عنده محمد كوفي عنصر خبره كبيره جدا جدا في خط الدفاع. ايوه النادي المصري، وحتى نتائجه كمان في الدوري المحلي مؤخرا نتائج ممتازه ممتازه ممتازه. اعتقد ان النادي المصري هيقدم مباراه كبيره، النتيجه مش لصالح فريق ضد فريق اخر، اعتقد ان الامور في الملعب بشكل كبير جدا. بمناسبه كابتن ابراهيم حسن، عندي بس تعليق، انه في تصريح نشر على لسانه ان هو بيقول انه
اشجع نادي اسرائيلي وما اشجعش نادي جزائري. في صحيفه جزائريه؟ نعم في صحيفه جزائريه. نعم تماما. انا مش عارف يمكن ممكن اقول اسمها ولا لا، الشروق، يعني هو نفى الكلام ده تماما تماما تماما، وهيقول الكلام ده اعتقد لحضرتك يعني. نعم، بالنسبة للفريق المصري بشكل عام، مصر البورسعيدي، أحمد مسعود، محمود السيد، مشكلة في حراسة المرمى، يقال أن حتى أخطاء الدفاع أيضا تكررت، هذا ما لدي من المعطيات، يقولوا أنه أزمة دفاعية بعد إصابة إسلام صلاح، هكذا بالرباط الصليبي، لأنه حتى أحمد شوشة وأحمد عبد الموجود هذا في اثنين يقول لك ما قدروش يغطيوا المشكلة إصابة اللاعب الآخر، صحيح؟ بالضبط. إسلام صلاح هو كابتن الفريق وقائده، عنصر ممتاز جدا جدا من ناحية الدفاعية، وحتى كمان في النواحي الهجومية كان بيزيد ويسجل أهداف. النادي المصري عنده مشكلة دفاعية بانت جدا جدا في المباراة الأخيرة في الدوري المصري، كان متقدم على النجوم 4-0 والنتيجة اتقلبت فجأة بقت 4-3، والفريق كان مهدد إنه يخسر لولا إنه لحق نفسه وسجل هدف خامس حسم الماتش. كابتن إبراهيم كان غاضب جدا جدا من اللاعبين بعد الماتش دوت، وبرضه عمل تصريحات صعبة جدا جدا وقوية كطبيعته الشخصية يعني. لكن بالفعل النادي المصري عنده أزمة دفاعية، لكنه اعتقد انه في المباريات اللي زي دي تركيز اللاعبين هيكون اكثر. وكمان الامور الجماهيرية القوية والمساندة الجماهيرية الكبيرة اللي هتكون في استاد بورسعيد طبعا هتكون مساندة جدا وهتكون داعمة بشكل كبير جدا جدا للاعبين. كيف ينظرون الى اتحاد العاصمة بشكل عام، الفريق المصري البورسعيدي، كيف النظرة هناك الى اتحاد العاصمة؟ طبعا فريق عنده خبرات افريقيه كبيره جدا جدا، كابتن حسام وكابتن ابراهيم عاملين تركيز عالي جدا جدا للاعبين، مفهمينهم كويس قوي قوي المواجهات الشمال افريقيه دي، المواجهات الجزائريه هتكون بمنتهى القوه، اللاعبين الجزائريين لاعبين عندهم فهم تكتيكي للملعب وعندهم حماس كبير جدا جدا وشخصيه في الملعب، بتميز اللاعب الجزائري بشكل عام انه عنده شخصيه في الملعب وقادر يتاقلم كويس قوي قوي على الاجواء ايا كانت. كابتن ابراهيم مركز جدا جدا وكابتن حسام في المباراه ومدين لعبتهم يعني كورسات زي ما بيقولوا يعني على فريق اتحاد العاصمه، واعتقد انهم هينزلوا عاملين حساب بشكل كويس جدا جدا. نعم، سمح اليوم للجماهير بالدخول نسبيا لانه كان فيه مطالبه من ابراهيم حسن لشكوى اتحاد الكره للفيفا، منع النادي من اللعب على استاد بورسعيد في مباريات الدوري في وقت انه يسمح في المنافسه الافريقيه، هكذا غير منطقي يبدو الحديث. هو الامر ليه خلفيه يعني سيئه شويه، انه من ساعه حدث استاد بورسعيدي اللي استشهد فيها 72 من جمهور النادي الاهلي، النادي المصري البورسعيدي ما كانش بيلعب اي لقاءات على ملعبه حتى في بطوله افريقيا. الموسم ده لعب المباريات على ملعبه في استاد بورسعيد، لكن في الدوري المحلي بيلعب مبارياته في استاد الاسكندريه. لكن الحضور الجماهيري كبير هيكون كبير جدا كمان، لانه الاتحاد الافريقي ارسل خطاب للاتحاد المصري لكره القدم وحذره فيه من انه ما ينفعش اقامه اي مباريات على اي ملعب مصري تقل سعه الحضور الجماهيري عن 75%. فاعتقد انه الامور واضحه جدا، لازم الاستاد يتفتح للجمهور يعني. واضح. محمد عطاء الله زميل الصحفي من القاهره المصريه، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على مباشر.